فتح اتغير خالص يا منى، من يوم ما رجع من اسكندريه وهو كل يوم سهر. كنت فين يا فتحي؟ كان عندي اجتماع مجلس اداره. اجتماع مجلس اداره؟ مادام قال لك اجتماع مجلس اداره يبقى خلاص. وهو بيشتغل علشان مين؟ مش علشانك وعلشانه. ما بقولش لا، بس انا حاسه انه اتغير. امبارح مثلا رجع لي وشه الصبح، وعارفه شفت ايه؟ ايه؟ شفت روج على فانيلته. يا شيخه تلاقي شفتي حاجه تانية ومتهيألي. لا، لو مش روج ما كانش رماها من الشباك. هو رماها من الشباك؟ ايوه. طب كويس انه ما رماكيش انت كمان. الراجل لما بيبقى عصبي بيتصرف اي تصرف. هتحاسبيه على رمية فانيلا؟ يو يا منى، وده وقت الزهر برضه. طب لو كنت انت مطرحي كنت اتصرفتي ازاي؟ ها؟ انا؟ ايوه. بصي يا نوال، انا متهيألي انه فتحي محتاج لحنان في البيت، محتاج لراحة. الراجل مهما كبر برضه بيبقى طفل. منى انا خايفة لا تكون واحدة كلت عقله. يا شيخة ما تبقيش عبيطة، الست لازم تكون صبورة. الراجل مهما لف ودار يصيره برضه يرجع لبيته.